يعني ضمنا زمن طويل علشان نتقابل النهارده. يعني بس انا قلت اسيبكم بقى تتعاملوا مع الاناتومي، بما ان الاناتومي هو الموديول الجامد او هو المادة الاساسية في الموديول ده. طلعت شغال؟ جايب هوا عليك. وفي الاخر زي ما انت عارف يعني درجاتك متوزعة على كل المواد. انا عمري ما هنصحك كطالب ان انت تركز على مادة اكثر من مادة. طبعا اول هاندل الاناتومي، الاناتومي هيتذاكر اكتر، الاناتومي هتركز فيه، لكن في الاخر الاناتومي لوحده ممكن ما ينجحكش. بالعكس حاجات صغيرة لا حوالين الاناتومي هي دي اللي هتسندك عشان تعدي لو ربنا كتب لك وعديت اصلا. يعني خصوصا الاناتومي، يعني انا بشوف ان الاناتومي دوت يعني انتوا عارفين في ناس بتشرح اناتومي حاسسك الاناتومي ده صعب جدا، يعني تحسسك بقى انها ماده وبتاع. في الاخر الاناتومي ده عباره عن شو ايه؟ شويه عظم، شويه عظم في الاخر. وعظمه ايه؟ كلام بس يا بصي بس العظمه، ويقول لك ايه؟ شايف يا ابني دي هيد ودي اناتوميكال هيد ودي سيرجيكال هيد. وانا الهيد ايه؟ نيك. وبعدين تلاقي بتاع كده تيبروس دي جنبه تيبروس، فالتيبروس الصغير اسمه ايه؟ لسر. والكبير اسمه ايه؟ ماسع. جريتر تيبروس. طب في جروب ما بينهم يبقى اسمه ايه؟ انت تيبروكولار جروب. يعني فين الموضوع؟ تحس ان الاناتومي دوت والله انا ما اعرفش، انا بحس الاناتومي كده. وبعدين يقول لك عضله براسين اسمها ايه؟ طب هم ثلاث رؤوس يبقى اسمها ايه؟ بعدين كل عضلات الفور ارم اللي هم عاملين عليها الفيلم كلهم اصلا طالعين من حاجه اسمها كومن اوريجين اوف ذا فور ارم ماسل. بس نقعد نمسك عضله وكلهم ليهم نفس النيرف سبلاي. ففي الاخر الاناتومي طبعا صعب، سيبك من انا بقول صعب طبعا، لكن صعوبته في كميته اكتر من ناس تفاصيل. احنا كفسيولوجي الشير بتاعنا يمكن اقل شويه، وكالعاده كل سنه اولى الشير بتاع الفسيولوجي ها يعني 20% 25% ماشيين بنزك جنبك كده. لكن الفسيولوجي انا بعتبر ان هو الماده اللي انت المفروض تضمن درجاتها. يعني زي ما انت شفت بقى خلاص ده ثالث او رابع مديول ليك. فالفسيولوجي هو الماده اللي انت الى حد كبير بتفهمها كويس، الى حد كبير لما بتذاكرها بتلاقي مردودها، الى حد كبير في الامتحان امتحانها بيبقى سهل ولطيف وظريف. فانا عايز حضرتك تركز على الفسيولوجي كويس. احنا مش هنحاول نجهدك قوي في الفسيولوجي، هنحاول نبسط الدنيا على قد ما نقدر عشان ما نعملكش اوفر لودنج بزياده. بالنسبة للموقف اللي حصل من شوية أنا مش حابب أعلق عليه أصلاً، لكن ده العادي. أنت كبني آدم طول الوقت البني آدم بيتعرض لمواقف وكلنا بنفقد أعصابنا. النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد كان يقول لك إيه؟ كان يقول لك ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد يملك نفسه عند الله. وبعدين جاء لك الراجل راح له قال له يا رسول الله أوصني، قال له إيه؟ لا تغضب، أوصني تاني، قال له إيه؟ لا تغضب، أوصني تاني، قال له إيه؟ لا تغضب، تمام؟ فأنت كدكتور يعني مش بقول لك ان انت عمرك ما تفقد اعصابك، اكيد غصب عنك هيجي لك اوقات تفقد فيها اعصابك، بس تميزك بسيطرتك على نفسك. ما اقصدش والله بس في الخناقات، انا اقصد سيطرتك على نفسك ان انت تقعد تذاكر وانت مش عايز تقعد تذاكر، ان انت تتعب مع عيان وانت مش عايز تتعب مش طايق وشه، تتعب مع طالب مطلع عينك وهو مش عايز يفهم بس تتعب. سيطرتك على نفسك ديت هي ثلاث اربع طريقك للنجاح. فأرجوكم استخدموا دوت، وتذكر دائما ان انت دكتور قبل ما تكون اي حاجه، مشروع دكتور صغير يعني لسه انا بقيت دكتور ولا مين. احنا في المصل ده، فالعضلات بتاعتك زي ما حضرتك يمكن سمعت في الهيستولوجي قبل كده في ثلاث انواع من العضلات. عضلات سكيليتال ماسل اللي هي ماسكه في العظم، وسموث ماسلز اللي هي في الاورجنز الداخليه شغال، والكاردياك ماسل اللي هي عضلة القلب وديت بتاعة سنة تانية بقى إن شاء الله في الكارديو ماسل. أول ما ديو سنة يا مصطفى، مصطفى معلش يا سيد خدت شغال تكييف. خليك بس معايا حصة النهاردة مش محتاجين ولا فيها قوية. واحنا تركيزنا الاكبر في الموديول دوت على السكيليتال ماسل. واول حاجه علشان نخش جوه الماسل، فانا اللي يذاكر من الكتاب هيلاقي فيه اختلاف شويه عن اللي انا هقوله. يعني انا هبدا بحاجه اسمها نيورو ماسكولار جانكشن، موضوع سهل جدا 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 جدا، يعني يخليك كده تتفائل ان شاء الله ان البرانش دوت يبقى برانش سهل، بس ما وعدكش ان الباقي يبقى بنفس السهوله.
عشان تبقى فاهم احنا فين يا دكتور؟ احنا عايزين نشغل عضلاتنا. برجع بيك بالذاكره الى ان العضلات الاراديه اللي هي السكيلتال ماسل لازم يشغلها سوماتيك نيرفس سيستم. حد فاكر سوماتيك؟ كان المديول اللي فات دوت الدكتور كان في حاجه اسمها سوماتيك وحاجه ثانيه اسمها اوتونوميك، وكان السوماتيك ده بتاع الحاجات الامبلانتس، بينما الاوتونوميك ده بتاع الحاجات الامبلانتس ضربات قلبك الاورجنز الداخليه، كل دول تبع مين؟ الاوتونوميك. يبقى السموث ماسلز ديت تحت حكم الاوتونوميك، السموث ماسلز تحت حكم الاوتونوميك لانها امبلانتس، بينما السكيلتال ماسل تحت حكم السوماتيك. وفي الاخر تحت حكم السوماتيك ولا تحت حكم الاوتونوميك، فحضرتك علشان تشغل عضلاتك بتقوم جاي عم ابراهيم كده وباعت اشاره من جهازك العصبي بعصب اسمه افرنت الى هذه العضله عشان هذه العضله تنخرط. فاحنا في الموديول الاولاني خالص شرحنا يا رسل حاجه اسمها نيرف، والموديول دوت يا لولا ان شاء الله عايزين نشرح حاجه اسمها مصر. بس انا النهارده مش هخش المصري، انا النهارده في الحته ايه بقى الحته دي؟ حد فاهم حاجه؟ حد فاهم احنا واقفين فين دلوقتي؟ احنا واقفين عند الوصله العصب بالعضله. وصلت ايه يا دكتوره؟ العصب بالعضله. اسمها ايه الوصله دي يا تمام؟ نيورو ماسكولار جانكشن. اسمها ايه؟ نيورو ماسكولار جانكشن. وليه وقفتوا عندها؟ قال لك وقفنا عندها علشان خاطر نعرف ازاي الاشاره بتتنقل، والكلام زي ما قلت لكم هيبقى سهل قوي. ليه؟ لان حضرتك يا زايد عارف ان العصب دوت ما بيتكلمش غير لغه الكهرباء، فهو باعت حاجه اسمها اكشن بوتنشال. حاجه اسمها ايه؟ بس الاكشن بوتنشال هيجي عند الفراغ ده ويلاقي الدنيا في فراغ فما يعرفش ينط، فهينقل اشارته ازاي؟ حاجه اسمها كيميكال ترانسميتر. تمام؟ بدات تتكون تصور عن اللي انا هشرحه، هتلاقي الموضوع سهل قوي. بس تعالى بقى كده يا زايد انا وانت اول حاجه اما نكبر الرسمه دي علشان خاطر نعرف نشتغل. فادي الحته ديت كده نهايه العصب، ادي الاكسون بيتفرع فروع هنا، وادي المسل فايبر اللي انا رايح لها اهي. فهو دوت الحته اللي حضرتك شايفها هناك، بس انا مكبرها لك شويه. اول حاجه كنا بقى الطول عن الاستراكشر اوف ذا نيورو ماسكولار جانكشن. النيورو ماسكولار جانكشن بتاعتكم ايه؟ مكونه من ايه؟ قام جاي واحد قال لي والله يا دكتور انا مش شايف غير نهايه العصب ونهايات الاكسون، كنا مسميينها من زمان التيرمينال نوبز. مسميينها ايه حضرتك؟ ففي ايه تيرمينال نوبز؟ والناحيه الثانيه انا شايف جزء من المسل فايبر ديبريسد كده لدرجه انه بقى شبه الطبق، ولانه بقى شبه الطبق فالعلماء يا مريم سموه الموتور اند بليت. سموه ايه؟ موتور اند بليت. وبينهما فراغ. وبينهما ايه؟ ايه اللي هو كده؟ حصه النهارده انا مش عايزك تطلع فاهم، لان انت اوريدي فاهم. انا عايزك تطلع حافظ. يعني لما تيجي تاخد الورق تطلع اصلا تبص في الورق تقول ايه ده الكلام ده انا كله عارفه، انا مش محتاج ابص فيه اصلا. الستراكشر اوف ذا نيورو ماسكولار جانكشن عباره عن ثلاث حاجات. ناحيه فيها وحشتوني والله، بقالي كتير مش لاقي حد اوقف، مش عارف اوقف غير سنه ثانيه. ففي ناحيه فيها في ناحيه فيها والناحيه الثانيه فيها وبينهما. بس علشان نكبر الصوره اكتر يا دكتوره، قمت داخل انا جوه التيرمينال نوبز، فلقيت جوه التيرمينال نوبز ديت هناك ميتوكوندريا وفيزيكلز. ميتوكوندريا وايه؟ طبيعي ان انا لازم عندي فيزيكلز عشان يبقى جواها كيميكال. فحضرتك قالوا لي في ميتوكوندريا، والف مبروك ان شاء الله هيبقى عندكم كمان فيزيكلز جواها كيميكال ترانسميتر اسمه اسيتايل كولين. اسمه ايه؟ قام واحد طلبش قال لي امور ادرينالين، قلت له لا. اسيتايل كولين وامور ادرينالين ده فين؟ الاوتونوميك. انما انت هنا في سكيلت المصل ما عندكش غير كيميكال ترانسميتر واحد اسمه ايه يا بيه؟ اسيتايل كولين. فالناس الاذكياء الفهم واقف يقول لك يا بيه انا عارف قاعده كده بتقول
اذا وجد كيميكال ترانسميتر في ناحيه فمن المؤكد ان الناحيه الثانيه فيها طبعا انا بكلم حيتان اوتونوميك. عارفين ان طالما ده كيميكال ترانسميتر اسمه استايل كولين يبقى الناحيه دي عندي ريسبتور نوعه كولينرجيك نوعه كولينرجيك والكولينرجيك يا اما سينيكا ماسكارينيك دول بقى نيكوتين دول بقى ايه؟ بعض الناس قال لك هو ليه مش ماسكارينيك مع ان ده اورجن يعني؟ قال لك الفكره مش ان انت اورجن ولا مش اورجن، الفكره انت العصب الاول ولا الثاني. هناك كان العصب الاولاني البري جانجليونيك يشتغل على نيكوتينيك ريسبتور والعصب الثاني يشتغل على ماسكارينيك. هنا انا ما عنديش غير عصب واحد يبقى هو العصب الاول، عشان كده الريسبتور بتاعي الناحيه دي اسمه ايه بيه؟ تقول لي اسمه نيكوتينيك ريسبتور. معايا؟ نعم. اسماء ليك يا دكتور معاك ايه؟ انا كل الكلام ده عارفاه اساسا. انا اسف يا اسماء، فبحاول اقول لك معلومه كده ان الحته دي الكليفت دوت الفراغ دوت في ميه. قالت لي اكيد في ميه اكسترا سيليولار فلويد. ميه ايه؟ يبقى مليانه ايه يا عم خالد؟ تقول لي مليانه صوديوم يا دكتور. مليانه ايه؟ صوديوم. طلع الموضوع سهل يا دكتور. لما اجي اقول لحضراتكم اشرحوا لي يا اولاد الاستراكشر اوف ذا نيورو ماسكولا جانكشن هتقولوا لي واحد واحد وثلاثه وبينهما والترمينال نوبز فيها والفيزيتز جواها يبقى الناحيه الثانيه في الموتور اند بليت هناك نوعه مين من كولينرجيك وبينهما في يعني مليان فلسه انا انت اسمك كده دكتور ليال لسه انا عايز اقول ليال طب يا ليال واضح ان انت عرفت الفات ده كله فانا هشرح لك ايه بقى الخطوات بتاعه الترانسميشن يعني ننقل الاشاره ازاي لينا من العصب للعضله ما ده اللي احنا جايين نعمله اصلا قالت ليال قالت لي يا عم تشرح ايه واضح ان انت هتطلع الماده الكيميائيه من اكياسها واحد ريليز أو أستايل كولين ما هو ما فيش غير أستايل كولين فقول براحتك في نزول أستايل كولين طيب خطوة تانية فلما طلعت أستايل كولين أكيد هيمسك شكرا binding with receptor طب وبعد ما تمسك في الريسبتور قال لك هبدأ أغير كهربة العضلة تغيير الكهرباء يبقى potential ولاننا في الموتور اند بليد فالتغير الكهربي هسميه اند بليد بوتنشال اسميه اند بليد ولسه انا هاخد بعضي وامشي قامت موجي قالت لي لا يا دكتور ثواني القاعده الثانيه في الطب بتقول طالما طلعت ماده كيميائيه اوعى تمشي قبل ما تعمل لها ريموفال قبل ما تعمل لها ايه؟ حد مش فاهم يا ولاد الكلام اللي انا بقوله معايا سعد ايه هي خطوات الترانسميشن؟ اسمع واحد واخيرا كمان عايز اقول لكم حاجه جديده بصوا انا هقول لكم الريليز اوف استايل كولين بيحصل ازاي يا عم دي حاجه قديمه ما احنا عارفين ان لما الاكشن بوتنشال بيوصل الى نهايه العصب يفتح بوابات فيخش كالسيوم فيعمل عمليه فحضرتك تقول لي نفس الثلاث كلمات اللي انت حافظهم ان الاكشن بوتنشال يؤدي الى كالسيوم انتري فيؤدي الى اكزو سايتو نفس الثلاث كلمات اللي انا حافظهم طب وبعدين قال لك مسكت في الريسبتور ففتحنا صوديوم تشانلز انا عارف انك عارف برضه كل الكلام انت عارف بس دي عشان قديمه شويه تلاقيك ناسيها يا نديم الدنيا جوه سالبه بره مجاب وانا لما مسكت في الريسبتور وفتحت صوديوم تشانل أم الصوديوم الموجب داخل ديبولاريزيشن بس انا اسف هو ليس ديبولاريزيشن وانما بارشل ديبولاريزيشن وانما ايه؟ بارشل ديبولاريزيشن تفرق يا دكتور ان انا اقول لك ديبولاريزيشن ولا بارشل لو قلت دي ممتازه لو قلت ديبولاريزيشن يبقى انت عملت اكشن بوتنشال
لكن طالما قلت partial depolarization يبقى أنت بتعمل local response. يبقى أنت بتعمل إيه؟ local response. ركز بقى عشان دي الحتة اللي أنت جاي تسمعها أصلا. كل اللي أنا قلته واللي هقوله أنت عارف. اللي أنت جاي تسمعه هو إن أنا لما دخلت الصوت من هنا وتغيرت الكهرباء يا نورة وبقى اسمها end blade potential, فهذا ال end blade potential هو local response. فاحنا كده عملنا ايه يعني الطول؟ هقول لك يا موج, ما هو الاند بليد بوتنشال ده قادر انه يعمل استيميوليشن على الجناب فيعمل هنا وهنا اكشن بوتنشال, يعمل هنا وهنا ايه؟ حد واخد باله ان الاكشن بوتنشال اللي كان في العصب اصبح في العضله؟ الف مبروك, انت كده عملت حاجه اسمها نيورو ماسكولار نيول ماسكولار ترانسميشن. يا طرف عملت حاجه اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ طول الكلام ده كلام سهل قوي, بس انا عندي تساؤل واحد ضعيف جدا كده في الخفيف, يعني هو اشمعنى هنا, وده مش عليك بس انا اقوله عشان الناس الشاطره, اشمعنى هنا عملت لوكال ريسبونس وبعدين ادت الى اكشن بوتنشال هنا, فكنت عملت الاكشن بوتنشال هنا ونقلناه؟ يعني الاجابه للشطال, عدد الصوديوم تشانلز هنا لا يكفي لعمل اكشن بوتنشال. يعني ايه لا يكفي لعمل اكشن بوتنشال؟ يعني عمره ما يوصلك الموجه ب 35. مش انت عشان تعمل اكشن بوتنشال لازم تقلب الدنيا جوه موجه؟ ما عنديش امل جوه صوديوم تشانلز تكفيني اقلب الدنيا موجه. يبقى اللي حصل ده مش اكشن بوتنشال وانما لوكال. هي بقى نفسها اللوكال ريسبونس ديت هتشتغل بعد كده يا سميه ستيمولس. تشتغل ايه؟ فتتسبب في حصول الاكشن. معايا هديل ولا سرحانه؟ معايا ان شاء الله. اقوم جاي اقول لكم, طيب يا اولاد انا عايز اقول لكم بقى معلومه قويه جدا. عايز اشيل الاسيتايل كولين وهتفتكروا هشيله ازاي؟ الاسيتايل كولين ده رخيص عشان كده بنكسره بالبتاع ده اللي اسمه ايه؟ اسيتايل كولين. الراجل عايز يقول لي ترو سودو حتى حاسس الموضوع اللي انا بشرحه ده سهل قد ايه؟ هي مصر مش كلها كده, وانت بس عشان نرحب بيك فنبدا بالخفيف ده. يعني الله فين؟ الله فين؟ طيب طيب فين؟ ايه؟ دكتور كل الريسبتور ما نيكوتينيك؟ ان ام في السكيلتال ماسل كل الريسبتورز يبقى الناس اللي سمعة دلوقتي بتسمع موضوع اسمه واللي يهمنا فيه هو حكاية, بس قبل ما نوصل للترانسميشن كان لازم نعرف. طب والنبي كده قول لي الاستراكشر دوت عبارة عن كام حاجة؟ انت معايا سعد كام حاجة؟ في ناحية ناحية تانية ناحية تانية في النص, وبعدين الترمينال النبض لو بصيت جواه كويس هتلاقي الميتوكوندريا واقفة وجوه الفيزيكال. طب يبقى على المطرين اللي بليك في حاجة؟ يا ابني استنى بس السؤال. على الموت الاند بليد في حاجه اسمها سيبتس نوعه تحديدا تحديدا نيكوتينيك. في الامتحان قال لك في مسخره سيبتس, كان صح على غلط؟ مش عايزين عبر بقى, مش دي الاسئله تغلط فيها. وبعدين في النص النص ايه؟ الكلبت دوت الميه بتاعته يعني مليانه مليانه ايه؟ طب قول لي كده خطوات الترانسميشن, هتقول لي واحد اسمع عادل اثنين هيتسبب في حصول, وقبل ما امشي لازم اعمل هتشيل هتطلع على ستايل كولين ازاي؟ هما نفس الثلاث كلمات. هو الستايل كولين بتاعك ده لما مسك في الريسبتور عمل ايه؟ فدخل شويه صوديوم فالكهرباء اتغيرت جوه, ده اسمه اسمه ايه يا طب؟ اند بليد بوتنشال. اسمه ايه؟ هذا الاند بليد بوتنشال هو ديبولاريزيشن صح؟ امال ايه؟ مارشال. يعني ايه مارشال ديبولاريزيشن يعني؟ ولكنه سيتسبب في حصول
اكشن بوتنشال. السبب في حصول ايه؟ اكشن. الاكشن بوتنشال. وقبل ما امشي لازم اعمل بنزيم اسمه ايه؟ كولين ستيرينز. لا انا لازم اقول لكم حاجه جديده. انا هنمشي كده. طب اقول لكم الكاركترز بقى يمكن يطلع فيها حاجه جديده. اه دي حاجه دي بقى ها يعني كده. شو الكاركتر؟ بص يا ليه خصائص النيورو ماسكولار ترانسميشن. واحد يوني دايركشن. فهمت لينا؟ قالت لي اكيد يوني دايركشن. عارف يعني ايه يوني دايركشن؟ يعني الاشاره دايما من العصب الى يعني هو العضله هتبعت حاجه للمصل بقى اكيد لا يعني. طيب سيبك من دي. اثنين هناك ديلي مقدار نص ملي سكند. هناك ايه؟ مقدار قد ايه؟ نص ملي سكند. يعني ايه ديلي؟ ديلي يا عدنان يعني لما الاكشن بوتنشال بيوصل هنا مش هيبقى هنا غير بعد نص. ليه بقى؟ علشان كالسيوم يخش ويطلع الكريستال كولين يمسك في الريسبتور يفتح بوابات الصوديوم الصوديوم يخش كل ده في نص ملي سكند. اصل يا دكتور في سنه من السنين جه للطلبه القلل ان الديلي بتاع نيورو ماسكولار ترانسميشن نص سكند فالطلبه القلل عملوها صح. اصل انت عارف في الامتحان بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى كده ان الديلي نص. خدت بالك الفرق فين؟ الفرق في البتاعه دي لو ما شفتهاش كويس او لو انت مش مركز انها لازم تبقى موجوده هتحل السؤال غلط. اوعى تنسى بقى الديلي مقداره قد ايه؟ نص ملي سكند. اسمع يا عادل متشكل. خد دي ركز قوي بقى اللي انت جاي تسمعه اهو. فتيج. ما حد يقول لك يعني ايه فتيج؟ إذا ما شاء الله فتيج يعني تعب. لا برافو انا باخد بيكم الحقيقه. فتيج في الفسيولوجي بطل في استاذ يعني with repetition there is a decrease. تفهم كويس؟ with repetition هيحصل ايه؟ decrease. دي قاعده. انا ما بتكلمش يا سعد عن النيورو ماسكولار ترانسميشن بس. انا بكلمك على اي حاجه. muscle contraction, synaptic transmission, اي حاجة حضرتك هتكررها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة شوية اكتر هتلاقي بعد كده ادائك فيها بدأ. يبقى لو حضرتك قعدت تبعت اشارات من العصب الى العضلة بعد شوية نقل الاشارات زي ما هو اللي هيقل يبقى هيقل عشان الاسيتايل كولين هيخلص. يبقى محتاجة ذكاء يعني اكيد بعد شوية الاسيتايل كولين هيخلص فمش هنعرف ننقل الاشاره زي ما كنا بننقلها. ما تنساش ارجوك ان هناك خاصيه من خصائص النيورو ماسكولار ترانسميشن رقم ثلاثه اسمها فتيج. اسمها ايه؟ فتيج. يعني ايه فتيج يا اولاد؟ يعني with repetition there is with repetition there is. طب وليه بيحصل ديكريز؟ عشان الاسيتايلكولين. بص يا سمي هحاول اقول لك حاجه اصلا. الايفكت اوف ايونز. عندي ايون اسمه الكالسيوم. فاهم الراجل ده قال لي يا بيه الكالسيوم بيطلع الاسيتايل كولين يبقى بيحسن الترانسميشن. يبقى زياده الكالسيوم تحسن الترانسميشن. طب لو انا قلت لك ان المغنيسيوم عدو الكالسيوم يبقى زياده المغنيسيوم يقلل الترانسميشن على طول. حاول اقول لكم حاجه صعبه. الايفكت اوف دراجز. عندي ادويه بتحسن الترانسميشن يا فرح. حتى في دواء اسمه اسيتايل كولين لايك. طب اتفرح عليك عيب يا بيه انا جايه من مديول اوتونوم ميتا كولين وما اعرفش ايه دول كلهم شبه الاسيتايل كولين فيشتغلوا زيه ويزودوا الترانسميشن. قلت لها طب يا فرح في ادويه تانية اسمها انتي اسيتايل كولين ستريس. يعني كنت هقول لكم برافو بس كنت احب قبلها اسمع ان هناك شورت اكتنج ولونج اكتنج. ريفرسيبل. ماشي خلاص اروح. طيب
فقال لك خد بالك ان في ادويه بتشتغل فتره قصيره زي النيوستاجمين والفيتوستاجمين، وادويه بتقعد شغاله فتره طويله زي الوولفايزن والاورجانو فوسفورس كومباوند اللي تموت بيهم الحشرات او تموت بيهم بني ادمين في الحرب الكيماويه. انت مزاجك يعني. قلت لهم طب يا اولاد في دواء بيقلل الترانسميشن اسمه الكوريل. قامت لينا قالت لي ايه الكوريل ده؟ قلت لها ده دواء بيقفل عايز اقول اي حاجه. طب اعملوا نفسكم مش عارفين اي حاجه من انا بقول. طب ماشي ثواني وجاي. بس مبدئيا اللي ورايا على البورد ده تخيل سؤال ده. والله ده سؤال ده. ومش عايز اقول لك انه من اكتر الاسئله اللي بتيجي في الامتحان في سؤال في المصري. بذمتك لو ده سؤالك اللي جاي وانت نقصت فيه نص درجه مش تطلع تنتحر احسن لك؟ انا لو مكانك انتحر. ده سؤال بيحفظك نفسه. بيقول لك يا صفيه انا 3 و4 و5 3 هو واربع خطوات هما وخمس حاجات هما سمعني بقى بسرعه كده الاستراكشر. يا ركز انا بشاور على ايه ها؟ جهنم نار بينهما. طب ها المهم بقى فقالك التمن الرمز فيه جواها والمسك اللي جواها متفكرش هو مفيش غيره مين؟ ستايبولين. الناحية التانية فيه ريسبتور نوع ونوعه. طب انا الاشارة ازاي تقول لي واحد اي ريليز ده اي ترانسميتر في الخيال 3 كلمات اي ريليز ده اي كيميكال ترانسميتر 3 كلمات اسمعهم وبعدين البايندينج والريسبتور عمل ايه يا ابو حميد؟ وهو ما ادى الى انا ما بنساش يا مالي من عندي بريك بوتنشال ده عباره عن يعني وليس ولكنه سيتسبب في حصول العيال الشاطره قوي بقى تقول لهم طب وليه ما حصلش الاكشن بوتنشال يقول لك عشان عدد الصوت المتشدد هنا مش كفايه. طب امشي كده وخلاص ولا لازم بنزين؟ قول يا عم الكاركترز الخمسه اول 3 ورا بعض بسرعه. انت يا سعد ما ايه اللي حصل كده؟ ايه المطب اللي احنا فشلنا فيه ده؟ 5 كاركترز اسمع اول 3 ها؟ يعني ايه ريدايركشنال؟ يعني دايما من؟ ويا الديلي سبب الاحداث اللي هتحصل والديلي زمنه؟ وبعدين الفتيج معناه انه ويز ريبيتيشن؟ طب وليه ويز ريبيتيشن ده تنفيذ عشان هيخلص؟ طب 4 افكت اوف؟ 5 افكت اوف؟ الايرون اللي بيزود هو؟ اللي يقلل العدو اللي هو؟ طب عندي دوايين يحسنوا الترانسميشن واحد اسمه انت عارف امسنت واثنين طب في دواء بيقفل الترانسميشن خالص اسمه فيبدا يقلل لك النيوز وماسكول ترانسميشن. يا دكتور ما كنت قلت لنا ان الموضوع كده كنا قعدنا النهارده في البيت وجينا لك الحصه الجايه. لا ما انا هقول لك حاجه برضه عشان خاطر. طب قبل بس ما اتحمس وافتكر ان انتم ما تعرفوهاش عارفين يا اولاد المايثينيا جريفز؟ طب روحوا بقى. ماشي انا كده كده عارف ان انت اسال سؤال. ايه بقى المايثينيا جريفز ده؟ يلا الحماسيين قول لي بقى ايه المايثينيا جريفز؟ عضلات. ايه ده ما شاء الله المايثينيا جريفز كهن العضلات. طيب اولا احنا عايزين نطلع من مرحله ترجمه للغه العربيه لمرحله العلم. اما اقول لك ايه ما فيني جريفز فانا مش بسالك على ترجمتها. لا 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 بالله بس ما تكلمنيش. ايه هو ما فيني جريفز؟ غلط. حلو. لقينا حاجه نقولها اهو. قله التغذيه وصل العضلات. ايه؟ قله التغذيه وصل العضلات. غلط. ها. نعم. العضلات ما تنقبض غلط. ها مصر ويكنس بس كده شكرا لاكتيك اسيد والكلام هذا اقول لك انا المايثينيا جريفز لاكتيك اسيد
يعني من هو بتاعت الحمد اللي دخل الاستجواني وراضي اهو كم يوم بزيسا نور كلاف عن ماي ثيري يا ديفز اربع كلمات واحد اوتو ايميون طبعا خدت المناعة في البكتيريا وبقيت عارف ان احيانا الجهاز المناعي لاسباب مختلفة يحصل فيه خطأ وبدل ما يدافع عني هاجمني فالمايثينيا ديفيس هي واحد من هذه الامراض يبقى اول كلمة فيه ايه؟ يعني هي فرع اوتو ايميون ديزيز الجهاز المناعي بتاعي انا صنع انتي بودز ضد ده ضد الريسبتور ضد مين؟ أنا لا ما هو سيبك من هذا مين بقى قدم فيا انا؟ يبقى الانتي بودز بتصنع تحديدا ضد مين؟ ضد الريسبتور ادي واحد ركز ده بيجي كيس كتير على طب العيان هيجي يشتكي من ايه؟ قال لك العيان هيجي يشتكي من رابد فتيج بيجي بيشتكي من ايه يا هاب؟ يعني ايه رابد فتيج؟ يعني اتعب بصدرك يعني يقول لك يا دكتور انا بصحى الصبح كويس ما عنديش حاجه خد بالك من كلام انا مش صاحي تعبان بس بعد ما اعمل اي حركه حاجات بسيطه خالص الاقي نفسي بدات اتعب ليه بدا يتعب؟ قالك علشان عدد الريسبتورز دوت اقل من الطبيعي فالاسيتايل كولين بقى الايفكت بتاعه الاسيتايل كولين بدا يقل هو كمان فبقى فيه ريسبتورز ما يمسكش فيها الاسيتايل كولين فبدا العيان مش عارف يحرك عضلاته كويس لدرجه ان من كتر ما التعب زاد وحصل ضعف في العضلات يبدا يحصل للعيان توزس وكان في عيان قديم عنده توزس عملنا ايه بقى هو السندروم انا فخور بيكم يا اولاد والله قال لا طب انا يا اروى دلوقتي عندي اتنين عيانين عندهم توزس واحد هولمر والتاني مايثينيا جريفز افرقهم عن بعض ازاي اللي عنده توزس على ناحيه واحده ده هولمر ده ايه؟ لان عادة السمباثاتيك بتاع الهيدن دينيك صعب يتضرب على ناحيتين انما اللي عنده بايلاترال دوزس ده غالبا لان الانتي بودي ما يعرفش ابوه هيضرب الريسبتورز في كل حته فالعيان يحصل له توزس فين؟ في الناحيتين معايا نادين؟ بس هذه مايثينيا جريفز يا ساده الكلمة الثالثة فيها أنها مرض فيتال ليه بقى مرض فيتال؟ لأن مع الوقت الانتي بودز عمالة تكسر الريسبتورز كلها بما فيها الريسبتورز بتاعة الريسبيراتوري مصل فيوصل العيان يا سمية إلى مرحلة أنه مش قادر يشغل الريسبيراتوري مصل بتاعته يعني مش عارف يتنفس فيتكل على الله ويموت آخر كلمة أعالجه إزاي؟ اسمع الكلمة كويس كلكم فاكرين إن أنا هدي حاجة تزود الريسبتور والحقيقة ما عندناش حاجة تزود الريسبتور بدأنا نحاول نوقف الأنتيبودي لكن في الآخر الريسبتورز عمالة تقل غصب عني عشان الأنتيبودي أمال إيه اللي في إيدك؟ اللي في إيدي إن أحافظ إن الأسيتايل كولين ما يقلش هو كمان عشان كده بدي العيانين بتوعي حاجة اسمها أنتي أسيتايل كولين ستريت شورت أكتنج ولا لونج أكتنج؟ مين الطبش اللي قال لونج أكتنج؟ شورت أكتنج لونج أكتنج ده لما أنت عايز تموته أسرع من ما يفيني جديد شورت أكتنج حد مش فاهم حاجة؟ أنا كنت بشرح ايه؟ النيورو ماسكولار جنكشن تتكون من ثلاث حاجات على فكرة أنت مش المفروض بتقول علشان خاطر نخلص أنت بتقول عشان تحفظ لأن مفيش حاجة أسهل من كده هتعدي عليك طول حياتك الطبية الاستراكشر ثلاث كلمات والنقل أربع كلمات والكاركترز خمس كلمات يونيفرسال
وبعدين عندي مرض اسمه مايثينيا جريفز اربع كلمات. اولا يعني في ايه؟ ودوت مرض اعراضه ايه؟ وهو مرض وعلاجه انتي كوليسترين انتي اسيتاين كولين ستريس. كلمه قد كده واسيبك تمشي. مينيتشر اند بليد بوتنشال. ايه بقى المينيتشر اند بليد بوتنشال ده؟ قال لك يا دكتورتنا في بعض الاحيان بص لي بس عشان مش هتفهمها لانها ما عدتش عليك بقى خالص. لو الاسيتايل كولين في اعصاب بدا يزيد شويه يقوم العصب يفضله كيسين ثلاثه. ايه ده؟ هو في اشاره جت؟ لا. يعني لوحده كده العصب اما فضي كام كيس كده. بس الكام كيس دول يا عدنان اما عاملين اكشن بوتنشال هنا سريع كده. عايز بيكم بيحصلوا الحركه دي؟ اغلبنا بتحصلوا الحركه دي. تلاقي فجأة كده ايه ده؟ فايه ده بقى؟ يقول لك ده المينيتشر اند بليد بوتنشال. اسمه ايه؟ اسمه ايه سعد؟ ده عبارة عن سبونتينيوس ديسشارج. يعني ديسشارج فضينا بعض الاكياس سبونتينيوسلي. يعني ايه سبونتينيوسلي؟ يعني ما حدش قال لنا فضيه. احنا هنا عندنا كاس كتير قوي مفضيين كام كيس. فحصلت هنا كهرباء قامت العضله عامله كونتراكشن هوب كده خلص الموضوع قبل ما تاخد بالك. بس طبعا لو الموضوع ده بيحصل لك كتير ولا حاجه لازم نشوف ايه السبب. انما لو بتحصل لك كل كام يوم مره فده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمع عدل؟ ديسكاس. لا الهوم وورك. لا ايه؟ اول يوم راحة. انتو خدتوا على الراجل بقى بتاع العظمة وعضلتين براسين وبتاع صح؟ اه ديسكاس اكتب الواجب. اكتب نيورو ماسكولار جنكشن ستراكشر ترانسميشن اند كارت. السؤال التاني ديسكاس الراحة كل الدرس هذا. انت عايز ايه؟ ديسكاس نيورو ماسكولار جنكشن ستراكشر ترانسميشن كاركترز وديسكاس وهذه النجرة. يعني اكتب اللي احنا خدناه النهارده سهلة. طب وادي كتبه هتكتبه نقلا من الورق. هتكتبه ايه؟ نقلا من الورق. مش هتجيب لي البودي اللي انا عاملها عشان انا عارف اللي هيحصل. تمام؟ احتمال نعمل حصة يوم السبت. ايه رأيكم؟ ايوه اربع ساعات. اه كلامي اربع ساعات. اربع ساعات من الدين الصح. انا بنت الساعه الا ربع بنها. يعني عاد بنزل الرياضه مش متعب. مش مستاهل. 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 مش مستاهل.